مشاهدين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في المشهد لهذا اليوم، والذي سنتناول فيه تطورات الشأن العراقي مع استمرار احتجاجات التيار الصدري في المنطقة الخضراء وداخل البرلمان. وفي عناوين حلقتنا لهذا اليوم: الصدر يدعو إلى توسيع الاحتجاجات مع استمرار اعتصام مناصريه في البرلمان. وفي حلقة اليوم أيضا: الإطار التنسيقي يدعو للتظاهر في بغداد ومخاوف من صدامات مع الصدريين، ودعوات محلية ودولية للتهدئة والحوار وتحذيرات من حرب أهلية. وتسود العراق هذه الأيام حالة من الاضطراب والمناكفات السياسية على وقع الاحتجاجات والتظاهرات من قبل أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذين اقتحموا المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد السبت الماضي، وكان هذا للمرة الثانية خلال أسبوع، رفضا لترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، مما زاد من حدة الأزمة السياسية. ودعا المسؤولون العراقيون وقيادات الأحزاب لإطلاق دعوات للتهدئة والحوار بهدف احتواء المشهد المتأزم في البلاد. وفي استعراض لأبرز التصريحات، نبدأ من دعوة الرئيس العراقي برهم صالح إلى الحوار والتزام التهدئة بعد ساعات من اقتحام مبنى البرلمان مجددا. وقال صالح في بيان لمكتبه نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، قال فيه إن الحوار المطلوب بين الفرقاء السياسيين يجب أن يبحث في جذور الأزمة التي شهدتها البلاد وإيجاد الحلول المطلوبة لتجاوزها والوصول بالبلد إلى بر الأمان. أما رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فحذر في كلمة متلفزة مما وصفه بالتشنج السياسي في البلاد، داعيا الكتل السياسية إلى حل الأزمة عبر حوار صادق وبناء والابتعاد عن حوار التخوين والإقصاء. فيما نوري المالكي رئيس الحكومة الأسبق ورئيس أيضا ائتلاف دولة القانون، وهو أحد أهم مكونات الإطار التنسيقي، طلب كل من التيار الصدري والإطار التنسيقي باتخاذ موقف مسؤول يستوعب الصدمة وينطلق في حوار جاد بعيدا عن المؤثرات السلبية حسب تعبيره. بدوره دعا هادي العامري رئيس تحالف الفتح، وهو أيضا أحد أهم مكونات الإطار التنسيقي، دعا في بيان الإطار التنسيقية والتيار الصدري والجميع إلى اعتماد نهج التهدئة وضبط النفس والتأمني وترجيح أسلوب الحوار والتفاهم البناء من أجل تجاوز الخلافات. العامري أكد أيضا أن العراق اليوم في وضع لا يحسد عليه، ما يوجب على الجميع تجنيبه المزيد من المشاكل والمعاناة. أيضا من جانبه حيدر العبادي، وهو رئيس تحالف النصر وأيضا أحد مكونات الإطار التنسيقي، دعا القوى السياسية إلى اعتماد لغة الحوار وتغليب المصلحة الوطنية على الخلافات كافة التي قد تعصف بأمن واستقرار البلاد كما وصف. وقال العبادي في بيان: من منطلق المسؤولية الشرعية والوطنية ندعو القادة إلى الحوار والاتفاق لإنقاذ البلاد من الفتن والمنزلقات. من جهته جدد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة، أيضا أحد مكونات الإطار التنسيقي، اعتبار الحوار السبيل الأوحد والأقرب والأقصر للوصول إلى الحلول المناسبة والناجعة لإنقاذ البلد. الحكيم حث في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الأطراف العراقية على ضبط النفس والتحلي بأقصى درجات الحكمة للحيلولة دون ضياع الوطن. أيضا كان هنالك تصريح لخميس الخنجر رئيس تحالف السيادة، وهو أكبر تحالف سياسي عراقي سني عربي، دعا إلى صياغة عقد وطني جديد في العراق وبذل كل الجهود من أجل إيجاد حلول عاجلة لوقف التصعيد وتهدئة المواقف. كما دعا تحالف العزم الوطني السني أيضا، والذي يرأسه النائب مثنى السامرائي، القادة السياسيين إلى إبعاد الصراعات السياسية عن القضاء ووقف تجييش الشارع وعسكرة المجتمع. وأكد التحالف في بيان نقلته أيضا وكالة الأنباء العراقية الرسمية على ضرورة معالجة الأمور عبر الحوار المفتوح والتواصل المباشر بين القادة السياسيين وتحييد أيضا الوسائل الميدانية. إلى الشمال وتحديدا إلى نيجرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق،
الذي طرح يوم أمس مبادرة مهمة لعقد حوار سياسي بين الأطراف العراقية. برزاني قال في بيان بأن إقليم كردستان سيكون دائما جزءا من الحل، ودعا الأطراف السياسية المعنية في العراق إلى القدوم إلى أربيل والبدء بحوار مفتوح جامع للتوصل إلى تفاهم واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد. هنالك أيضا تحذير كان من قبل الأمين العام لحزب للعراق متحدون أسامة النجيفي من اندلاع حرب أهلية جراء تفاقم الأزمة السياسية. وذكر النجيفي في بيان صحفي أمس أن عجز وإخفاق والتصاعد خطير للأزمة السياسية التي تصف بالبلد، ينذر باحتمالات وخيمة منها الحرب الأهلية. وتفاديا لكل ذلك، يرى النجيفي أن المخرج الوحيد هو بالعودة إلى الشعب، فهو مصدر السلطات وصاحب المصلحة فيها كما قال. بدوره دعا الحزب الشيوعي العراقي وحركة امتداد المنبثقة عن حراك أكتوبر تشرين الأول الاحتجاجي إلى حل البرلمان وإعادة الانتخابات وإجراء تعديلات دستورية لنزع فتيل الأزمة. وذكر في بيان صحفي أن القوى التي تعلن تمسكها بنهج المحاصصة الطائفية والإثنية تتحمل مسؤولية هذه التطورات، علما أن الإصرار على النهج الفاشل ذاته المرفوض شعبيا لن يجلب للعراق سوى المزيد من الويلات بحسب البيان. أخيرا، كانت هنالك متابعات كذلك من خارج العراق، وتحديدا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي قال بالأمس إن الأطراف العراقية دعا الأطراف العراقية إلى التهدئة والارتقاء فوق خلافاتهم وتجنب العنف وضمان حماية المتظاهرين. وذكر بيان للمتحدث الرسمي باسم غوتيريش بأن الأمين العام يتابع بقلق الاحتجاجات المستمرة في العراق التي أصيب خلالها العديد من الأشخاص. وذكر مناشدة غوتيريش لجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة لاتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف وتجنب المزيد من العنف. إذن تتصاعد الأزمة السياسية هنالك في العراق وحتى الميدانية في ظل الدعوات إلى التظاهر في هذه الأثناء أو ربما بعد ساعة واحدة من الآن، ولذلك استرعى الأمر الكثير من التعليق والتحذير من الانزلاق نحو ربما منعطف أو الاتجاه نحو منعطف لا يمكن الرجوع عنه. في كل ما يجري في العراق أرحب بضيفي عبر سكايب دكتور جاسم الشمري الكاتب والمحلل السياسي، انضم إلينا عبر سكايب. دكتور، بداية أهلا بك معنا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم جميعا. مرحبا بك. طبعا هنالك دعوات من قبل إطار التنسيقي للتظاهر اليوم، لكن الصدر كان في بيان مقتضب حاد تجاه الإطار التنسيقي أيضا هو الآخر تحدث، كيف تقرأ هذا المشهد؟ نعم، شكرا لكم. أنا أعتقد أن العراق في أزمة منذ عام 2003 وحتى اليوم، وما يجري هو جزء من الأزمة الكبرى المتنامية في العراق منذ عام 2003. مع الأسف لم تنجح القوى الموجودة في المشهد السياسي العراقي في بناء دولة عراقية على الرغم من كل الإمكانيات المالية والمادية والدعم السياسي الدولي وبالذات من الولايات المتحدة وأوروبا. أعتقد أن هؤلاء لم ينجحوا في بناء دولة حقيقية وكما يقولون دولة ديمقراطية قائمة على حفظ كرامة الإنسان. نحن واجهنا الكثير من الكوارث الإنسانية، نحن نتحدث عن يعني ملايين، أكثر من مليون قتيل، نحن نتحدث عن ملايين المهجرين في داخل العراق وخارجه، نحن نتحدث عن يعني عشرات بل مئات آلاف من المظلومين داخل المعتقلات، منهم من حكم عليه بالإعدام ونفذت الأحكام بحقهم، وغيرها الكثير من المآسي التي ربما انفجرت خلال المراحل الأخيرة. السؤال هنا، هل ما يجري هي قضية وطن أم قضية كيانات متصارعة على المشهد السياسي العراقي؟ مع الأسف أنا أعتقد أن القضية في الغالب العام هي قضية مناحرات شخصية من أجل غايات محددة لهذا الطرف، وذلك لأن التجربة الماضية أثبتت أن جميع من
يتصارعون اليوم في الشارع العراقي كانوا ضمن الدولة العراقية ضمن الحكومات السابقة، لكنهم أيضا كانوا جزء من الفشل العام في الدولة العراقية. وبالتالي تعلم جنابك هنالك خلاف قديم ومتنامي ما بين الرجلين الأهمين في المشهد الحالي، هما مقتدى الصدر ونوري المالكي. وأعتقد أن هذا الأمر وبالذات بعد التسريبات الصوتية التي نسبت للمالكي والتي تهجم فيها بشكل واضح وصريح على آل الصدر وعلى التيار الصدري، أعتقد أن القضية وصلت إلى نقطة الانفجار، وبالتالي نحن أمام نوع من التناحر الشخصي قبل أن يكون تناحر من أجل العراق. وعليه نحن نأمل أن تكون القضية قضية عراقية وليست قضية مكون، لأن العراق جامع لكل عراقي، جامع للشيعة، جامع للسنة، جامع للعرب والكرد وغيره. طيب، فيما يتعلق بالتظاهرات التي تتم الدعوة إليها اليوم أيضا دكتور جاسم، هل يمكن الربط بينها وبين البيان التصعيدي الصادر عن الصدر، أم أن مثل هذه التظاهرات كانت ستتم حتى لو لم يكن هنالك ما يشبه التصعيد في البيان الذي دعا إلى نظام سياسي جديد في العراق؟ اليوم نحن أمام يعني حرب كسر إرادات أو إثبات إرادات. التيار الصدري أثبت أنه قوة فوق القانون، وأثبت أنه يملك قوة حقيقية في الشارع الشيعي. وقد سبق وأن تحدثنا في هذا الأمر أن أقوى شخصية شيعية قادرة على تحريك الشارع الشيعي هو مقتدى الصدر بسبب يعني مكانة والده، وبالتالي هو ورث هذه المكانة التي يتحرك بموجبها. وعليه أنا أعتقد أن الإطار التنسيقي أراد أن يتخلص من الحالة الحرجة الموجود فيها اليوم. هم انمض الصدر في هذا المنحى الذي يعني يريد الذهاب إليه، هم يعتقدون بأنهم سيذهبون إلى المحاكم وربما سيتم إعدام بعضهم وربما سيتم الحكم المؤبد على البعض الآخر. وعليه هم يعني في عداد الخاسرين في كل أحوال. وعليه حاولوا تجييش الشارع، وعليه أنا أعتقد أن هذه المحاولة لتجييش الشارع وعسكرة المجتمع هي تشجيع من قبل هؤلاء للحرب الأهلية. وإلا كيف يمكن أن نتصور قيادي وفي ذات الوقت يدعو إلى يعني عسكرة المجتمع وإلى مواجهة المجتمع ما بين مناصبين؟ يعني دكتور جاسم، أنت تذهب إلى فكرة الإطار التنسيقي، أنت تذهب أيضا إلى فكرة احتمالية اندلاع حرب أهلية، وهنالك تحذيرات جدية ورسمية أيضا من بعض القيادات في العراق من هذا السيناريو. هذا السيناريو أنا سبق وأن ذكرته قبل 4 سنوات، يعني من السيناريوهات المتوقعة بقوة. كان متوقع أن يكون هنالك انقلاب عسكري، متوقع أن يتم التوافق، ومتوقع أن يكون هنالك تناحر ميليشياوي. أتمنى أن يتم التركيز على قضية التناحر الميليشياوي وليس التناحر ما بين العراقيين أو ما بين الشيعة والشيعة. القضية هي قضية وجود لقوى حاكمة تريد أن تبقى في سدة الحكم. وعليه لا أعتقد أن القضية قضية تناحر شيعي شيعي، وإنما هي قضية تناحر ميليشياوي. وهذا الأمر اليوم إن استمرت الأمور على ما هي عليه ولم يسحب فتيل الأزمة، أعتقد أن الأمور ذاهبة إلى مواجهات، وربما ستبدأ في بغداد وتنتشر بعدها إلى مدن الجنوب. ونحن متخوفون جدا من ذهاب ضحايا أبرياء في هذه المواجهات بين القوى الميليشياوية. لكن يعني تفسير أكثر دكتور لفكرة تناحر ميليشياوي، في النهاية هذه الحرب الأهلية إذا ما اجتاحت العراق فهي لن تفرق بين قوات على حساب قوات أخرى أو ميليشيات على حساب ميليشيات أخرى، لن تفرق بين سنة شيعة ربما كرد حتى إذا ما وصل الأمر إلى الشمال، وبالتالي ممكن تفسير أكثر إذا سمحت لمسألة ميليشياوي هذه. نعم، يعني تعلم جنابك أن المشهد السياسي العراقي بموجب النظام الديمقراطي بين هلالين الذي جاء بعد عام 2003 قسم الشعب العراقي إلى مكونات: شيعة ويدعون أنهم أغلبية، وسنة ويدعون أنهم أقلية، والجانب الكردي كما تعلم له حالة خاصة منذ عام 1992 كانت منطقة
يعني منطقة منعزلة، وبقيت هذه المنطقة ثم شكل إقليم كردستان، وهو حتى الآن يعني لديه حكومة خاصة، لديه برلمان، لديه يعني كأنه دولة داخل الدولة العراقية، وبالتالي كلامي لا يشمل الجانب الكردي على اعتبار أنه له حالة خاصة. حينما نتحدث عن المشهد الآخر الذي هو يشمل الشيعة والسنة، هناك قوة شيعية حاكمة متنفذة، ربما يمكن أن نقول أن نوري مالكي هو زعيم دولة الظل في العراق، وهو المتحكم الأكبر في الجانب السياسي الشيعي، بينما مقتدى الصدر هو زعيم شعبي متحكم بالشارع العراقي الشيعي. بينما نرى بالمقابل القوى السنية مع الأسف لم تكن على يد رجل واحد كما يقال، ولم يكن لهم موقف واحد، هم متناحرون في الغالب العام، هنالك قسم منهم مع التيار الصدري، قسم منهم مع الإطار التنسيقي، وبالتالي شتتوا الموقف السني. وعليه التجربة القاسية مع حكومة نوري مالكي التي استمرت لأكثر من 8 سنوات، وكيف أن المالكي يعني آذى المدن المنتفضة، حينها المدن الست المنتفضة وهي مدن سنية بين قوسين، هذه التجربة المريرة والاعتقالات القائمة على الهوية أعتقد جعلت غالبية أبناء المكون السني يفضلون الانعزال في هذه المرحلة، لأنهم في كل أحوال يتوقعون أن يصيبهم بعض الأذى، وبالتالي ربما فضلوا الجلوس على التل لحين انجلاء هذه الأزمة. وعليه أعتقد أن العراق بحاجة إلى حكومة عراقية وطنية لا تفرق بين العراقيين على أساس المعتقد والمذهب والدين والقومية، وهذا الأمر مع الأسف اليوم غير موجود، بدليل نحن نتحدث عن قوى شيعية تحاول الحفاظ على مكاسب الدولة التي يتصورونها أنها دولة شيعية، لكن العراق في الحقيقة كما تعلم هو ليس دولة شيعية، العراق دولة تجمع العديد من المكونات، تجمع العرب والكرد والمسيحيين، تجمع المسلمين وغير المسلمين، تجمع الشيعة والسنة وغيرهم، وهذا الأمر ربما جعل بعض القيادات الشيعية تتناسى هذه الحقيقة، وهم يتحدثون اليوم وكأنهم يقودون دولة شيعية وليس دولة متنوعة من كل المذاهب والأديان والقوميات. اسمح لي دكتور جاسم تبقى معنا قليلا، نستطلع أيضا بعض الآراء التي وردت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذه التطورات السياسية والميدانية في العراق. وأبدأ من حديث عبر تويتر كتبه أحمد الأدهمي، يقول فيه: لا مصلحة لإيران في أي صدام مع الصدر، فهي لن تخاطر بنفوذها الذي تحقق في العراق، ولديها مفاوضات نووية مع واشنطن، والعراق جزء من التفاوض. أرى أن الأمور ستتجه إلى توافق على تغيير العملية السياسية بالكامل، وحظوظ تغير النظام البرلماني إلى شبه رئاسي أو رئاسي أصبحت واردة جدا. عماد السمرائي في تغريدة أيضا: لعدم وجود قوة سنية مؤثرة مهددة على الأرض، فإن الاقتتال الشيعي الإيراني أمر وارد ومحتمل، وتلعب إيران على إدارته لصالحها، أي أن الاقتتال لو حدث لن يغير من حقيقة سيطرة إيران على الأوضاع في العراق، طالما أن هذه السيطرة تتمتع بدعم أمريكي سعودي خليجي. أيضا في تغريدة أخرى للكاتب ياسر الزعاترة: يذكرنا صراع مقتدى الصدر مع القوى التابعة لإيران بصراع أمل وحزب الله نهاية الثمانينيات، حين سادت الأخيرة ونظام الأسد الأب الحزب وأزاحت أمل عن زعامة الطائفة. الفارق أنها تنتصر في العراق للقوى الشيعية الأقل شعبية، وطبعا لأنها أكثر تبعية، فيما حزب الله يتفوق شعبيا وعسكريا. أيضا عبد الجليل السعيد يقول في تغريدته حول ما يجري في العراق: العداوة بين مقتدى الصدر ونوري المالكي قديمة ومعروفة، والصدر قريب جدا من المخابرات الإيرانية إطلاعات، بينما المالكي يتبع مخابرات الحرس الثوري، والقدرة على الإصلاح بينهما شبه مستحيل الآن، كون المالكي من خلال التسريبات الأخيرة عقد المشهد. في تغريدة أخرى ومتابعة لهذه التطورات أيضا سفيان السمرائي يقول في تغريدته هذه، يكتب:
يقول الكاظمي يمنع منعا باتا دخول الآليات العسكرية بدون أمره المباشر، وكل معسكر أشرف الآن في حالة استنفار ولديهم صواريخ ومسيرات تستطيع قصف دول الجوار، وهو من قوى تلك الميليشيات وقام بتحييتهم قبل أيام. هذا يستهزئ بعقول العراقيين، ويبدو أنه سيفر ويترك العراق ليسيطروا عليه لصالح إيران. نكتفي بهذه التغريدات ونعود إلى ضيفنا عبر سكايب دكتور جاسم الشمري الكاتب والمحلل السياسي. دكتور، بعد هذه التغريدات وربما تبعت معنا في بداية هذه الحلقة ما استعرضناه من تصريحات وأراء القادة والسياسيين داخل العراق، الجميع كان يدعو إلى عدم الانزلاق إلى مستنقع ربما خطير جدا لا يريده العراق، وتحذيرات من حرب أهلية، والكل لا يريد للعراق أن يعود إلى الوراء إنما أن يتقدم، على الأقل هكذا كانت تشير التصريحات. لكن من ضمن هذه التصريحات كانت هنالك مبادرة قادمة من الشمال من كردستان العراق عبر الرئيس برزاني، يريد للجميع أن يأتي إلى أربيل ويجلسون على طاولة واحدة ويتم هنالك النقاش وصولا إلى حل سياسي يرضي الجميع. بداية، ما رأيك في هذه المبادرة، وأيضا ما فرص نجاحها أيضا؟ نعم، معلوم أن الجانب الكردي يعني هو يمكن أن يلعب هذا الدور بشكل جيد، يمكن أن يكون بيضة القبان التي تجمع القوى الشيعية، على اعتبار أن لديه علاقات مقبولة بشكل ما مع الإطار التنسيقي وجيدة جدا مع التيار الصدري. لكن أعتقد أن مرحلة المبادرات قد تجاوزناها، وأعتقد أن التيار الصدري هذه المرة مختلف تماما. تعلم جنابك أنه في عام 2016 أنصار التيار الصدري دخلوا إلى المنطقة الخضراء ثم انسحبوا منها، وقبل ثلاثة أيام أيضا دخلوا المنطقة الخضراء وانسحبوا منها، وهم الآن بقوا أكثر من 48 ساعة وحتى الآن لا توجد بوادر الانسحاب من المنطقة الخضراء. وعليه أعتقد أن مرحلة المبادرات يعني مضى عليها الوقت، وبالتالي أتصور أنه ربما ستحدث بعض القلاقل في أو المواجهات البسيطة ما بين أنصار التيار الصدري وأنصار الإطار التنسيقي خلال الساعات القادمة، ولا أعتقد أنها ستكون يعني مسلحة، ربما تكون عبر الهتافات. تعلم أن الصدر داعم للكاظمي والإطار التنسيقي يريد محاكمة الكاظمي، هنالك اختلاف على جزئيات كبيرة جدا. وعليه أعتقد أن هذه المبادرات لو كانت قبل هذا التوقيت ربما لا أثمرت شيئا ما، لكن أعتقد أنه الآن أي مبادرة لا يمكن أن تكون فاعلة إلا إذا كانت ببيان من مكتب المرجع الشيعي علي السيستاني. ربما سيحرج مقتدى الصدر ويضطر للقبول بهذه المبادرة، وحتى الآن لم يتدخل مكتب المرجع الشيعي السيستاني بهذه القضية، وربما خلال الدقائق القادمة سيكون هنالك موقف ما. وبالتالي أعتقد أنه القضية ذاهبة إلى المواجهات على الأقل الإعلامية والشوارعية، ولن تحصل حتى اليوم أو غدا أو الأيام القادمة إن بقيت هذه الأمور، لن تحدث مواجهات مسلحة. كلا الفريقين يقول لن نذهب إلى المواجهات، لكن أنا أخشى أن تتدخل أطراف أخرى وتشعل المشهد، وربما سنكون أمام مرحلة لا يمكن السيطرة عليها. اليوم أعتقد أن موقف وزارة الدفاع ووزارة الداخلية في العراق موقف محرج، هي لا تعرف هي تقف مع من، على الرغم من البيان الذي أكدته وقالت أنها ستقف يعني على مسافة واحدة من الجميع. أعتقد أن هذا البيان غير كافي، يفترض أن تكون الحكومة قادرة على تطبيق القانون، لكن نعم. أعتقد أن هذه القوة وفي مقدمتها التيار الصدري هي أقوى من الحكومة وأقوى من القانون. تتحدث دكتور عن موقف التيار الصدري بشأن هذه المبادرة، لكن ماذا عن الإطار التنسيقي أيضا؟ هو رحب بمبادرة السيد البرزاني، ولكنه في نفس الوقت دعا أنصاره للنزول إلى الشارع، ألا يعد ذلك تناقضا أيضا؟
أنا أعتقد أنه الإطار التنسيقي في موقف محرج جدا. هناك اليوم ربما تشتت داخل الإطار التنسيقي، رأوا بأم عينهم أن الشارع هو يعني في غالبه للتيار الصدري، وبالتالي أنا أعتقد أن مظاهرتهم اليوم لن تكون قوية، ربما هم سيكونون في الحد الأعلى 5000 متظاهر إن لم يضيفوا لهم القوى المسلحة بثياب مدنية. هذا أمر. الأمر الآخر، أعتقد أنه هناك تخوف من رأس الهرم في الإطار التنسيقي وهو نوري المالكي، تخوف من محاكمة مرتقبة له، وبالذات بعد التسريبات التي صدرت قبل أيام ضد الصدر وآل الصدر، وعليه أعتقد رأينا كيف أن نوري المالكي مستعد حتى للقتال، ورأينا كيف أنه يحمل بندقية و يتنقل داخل المنطقة الخضراء وكأنه يواجه حالة انقلاب حقيقي، وعليه أعتقد أنهم متخوفون من الغد، متخوفون من المحاكمة، متخوفون من المصير المرتقب، وعليه هم مستعدون لأي مبادرة يعتبرونها إنقاذية، لأنهم في موقف محرج، لأن الشارع ليس معهم. الكثير من العشائر العراقية أيدت التيار الصدري، وعليه أعتقد أنه الإطار التنسيقي سيوافق على أي مبادرة لأنه ليس الأقوى، ولأنه في موقف لا يحسد عليه، وربما يجد هذه المبادرات هي مبادرات إنقاذية للموقف المحرج الذي هو فيه اليوم. ما الذي تتوقعه دكتور في دقيقة لو سمحت؟ أنا أعتقد أن الأمور ذاهبة إلى التأزم إن لم تتدخل المرجعية. إن تدخلت المرجعية أعتقد أن الأمور ستنتهي، وإن لم تتدخل المرجعية فأعتقد أنه خلال الأيام القادمة ستكون هنالك مواجهات ميليشياوية. ميليشياوية نأمل ألا تكون بابا لأذية الأبرياء الذين لا ناقة لهم ولا جمل من هذا التناحر على السلطة، وعليه نأمل أن يكون هنالك دور للولايات المتحدة التي ورطت العراق في هذا المستنقع، أن يكون هنالك دور للجامعة العربية لإنقاذ العراقيين قبل إنقاذ العراق من هذه الكارثة المتوقعة، وبالتالي نرجو السلام للعراقيين بعيدا عن الطامعين بالسلطة الذين يعني عندهم استعداد كبير للجلوس على ملايين الجثث من أجل البقاء على الحكم، وكما تعلم فهذا الأمر مريب ومخيف وليس في مصلحة العراق والعراقيين. إذن المرجعية الشيعية هي كلمة السر بحسب ما ترى دكتور، وأشكرك جزيلا دكتور جاسم الشمري الكاتب والمحلل السياسي عبر سكايب. مآلات أيضا مشاهدينا هذا التوتر والسيناريوهات المحتملة نناقشها بعد الفاصل. من جديد مشاهدينا نرحب بكم ما بعد الفاصل، ومستمرون في الحديث حول تطورات المشهد في العراق. أرحب بانضمام ضيفي هنا في الاستديو الدكتور أيمن خالد الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك دكتور. أهلا ومرحبا بحضرتك وبالمشاهدين الكرام. تطورات خطيرة دكتور، ربما لم يشهد المشهد العراقي منذ 2003. نريد أن نتوقف عند متابعة هذا التقرير ثم نعود. في العراق يتعقد المشهد ويتأزم. مبنى البرلمان تحت سيطرة متظاهري التيار الصدري مطالبين بتغيير شامل في تركيبة الحكم بالبلاد. بالمقابل يستعد أنصار الإطار التنسيقي للتظاهر عند المنطقة الخضراء دفاعا عن الدستور والدولة. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أكد في رسالته الأخيرة الموجهة لأنصاره بأن الفرصة مواتية أمامهم لإحداث تغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات، معتبرا أن العراقيين اليوم على المحك، مؤكدا في تغريدة على تويتر أن البلاد بين خيارين، إما أن تكون شامخة بين الأمم أو تابعة يتحكم فيها الفاسدون. الإطار التنسيقي من جهته اعتبر دعوة الصدر محرضة على مزيد من الفوضى وتعطيل مؤسسات الدولة والشرعية، مؤكدا في بيان أن أي مشروع لتعديل الدستور خارج الأطر الدستورية هو تهديد للسلم الأهلي وسلطة القانون. من جهتها دعت اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة التابعة للإطار التنسيقي إلى التظاهر اليوم الاثنين،
دفاعا عن الدولة العراقية ضد ما وصفته بالطغيان الدكتاتوري بعد التطورات الأخيرة، دعوة تزيد من احتمالية وقوع تصادمات واشتباكات بين أنصار التيار الصدري والإطار التنسيقي، مما يعقد الوضع الأمني أكثر ويعمق من الأزمة، في حين أكدت المؤسسات الأمنية في البلاد وعلى رأسها وزارة الدفاع أن واجبها هو حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة، ولن تتدخل في أي خلاف أو نزاع سياسي بالميل لطرف دون آخر. وبين الحشد والحشد المضاد والخطابات المتباينة التي تحمل جميعها شعارات الشعب والوطن والشرعية، يترقب المتابعون للمشهد العراقي مسار الأحداث متسائلين عن مآلات الخلافات السياسية المتعاقبة في البلاد، في وقت يعيش فيه الشعب أسوأ الظروف الاقتصادية والاجتماعية. إذن هو تناحر سياسي في ظل واقع اقتصادي متردي بل وكبير جدا، دفع أساسا دكتور أيمن الشارع العراقي إلى الخروج في ما عرف بثورة تشرين، ولكن شيئا لم يتغير. أريد أن أسأل بداية، ما الذي دفع العراق للوصول إلى هذه النقطة من جديد ولكن ليس كما في المرات السابقة؟ صح، لأنه في المرات السابقة عام 2016 نحن نتذكر لما دخلوا إلى مبنى البرلمان وجلسوا أصلا في يعني مكتب رئيس الوزراء عندما يعني اخترقوها وتجاوزوا حدودها، لكن نتذكر بنفس الوقت أنهم انعطفوا بعد هذا المشهد مباشرة على محاربة داعش فخرجوا منها ولبسوا الحشد ورتبوهم بنظام معين وذهبوا، وقلنا في حينها أنه في حالة العودة سيعودون يقولون أين هي المطالب التي خرجنا لأجلها، وتسقط وراها حكومة، وأسقطوا فعلا حكومة عام 2019 عندما خرجت يعني التشرينية لنقول، كانوا يطالبون بموضوع الوظائف وموضوع تحسين شروط الخدمة، لكن المختلف هذه المرة أن التحرك سياسي، يعني قالوا نحن نريد تغيير النظام السياسي أو العملية السياسية برمتها. ولماذا جاءت في هذا الوقت كذلك؟ أمر يستدعي أن نفهم بأن العراق ما عاش لحظة من عام 2003 إلى حد هذه اللحظة بالإرادة الحرة العراقية، هو يتحرك حقا بمشهدين، مشهد داخلي نعم والمؤثر الخارجي، أولا واحدا يعني الضغط الخارجي أعلى من الداخل بكثير، والدليل هذا المشهد انعطف بعد زيارة جو بايدن إلى الشرق الأوسط. أول ما وقف جو بايدن يعني على القبة الحديدية قال كلمتين مهمتين جدا، قال جئنا لنواجه إيران صح، وجئنا لمعالجة موضوع البرنامج النووي الإيراني. أصلا يعني موضوع مواجهة إيران هناك فعلا يعني نحن نقر ونعرف ونتابع، ندري بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة أو قدرة المطاوعة أنها تركب على أي مشهد من المشاهد، لكن لست مع من يقول ليس هناك مواجهة ما بين أمريكا وما بين إيران، هناك مواجهة. هذه الكلمة التي قالها أنا تنبأت في حينه وكتبت أعتقد يعني مقالات موجودة في اسمه ستجدها، قلت أنه سيكون الحراك الإيراني سريع جدا، بحيث أنه العراق هو ساحة المواجهة. إذا كانت الحرب وإذا كانت هناك مواجهة حقيقية ستصبح ساحة العراق هي المواجهة، ولأن الوضع العراقي هو الوضع الهشم بين كل المنظومة الشرق أوسطية والعالمية. نعم. ولذلك ما فقط يعني لكن دكتور ممكن يعني خلينا نتوقف قليلا عند هذا الحديث، لأنك ترمي بالمشكلة تقريبا على العامل الخارجي يعني دون التركيز أكثر على العامل الداخلي. ما نقولك لأنه إذا تسمح لي، لأنه فقط أريد أن أشير أن أنت ربطت بين ما يجري اليوم بزيارة بايدن، مع العلم أنه الصدر فاز في الانتخابات قبل أشهر كثيرة من مجيء بايدن ولم يستطع تشكيل الحكومة، واستخدم ضده من قبل الإطار التنسيقي الثلث المعطل، ثم توالت الأمور تسريبات للمالكي وما إلى ذلك. هذا من جانب. إذا أردت الحديث عن الجانب الخارجي، هنالك من يتحدث أساسا عن صراع إيراني تركي، ونعرف أن الجيش العراقي في الفترة الأخيرة تقريبا يعني ممكن القول أغلق بعض القواعد أو بعض المراكز العسكرية لتركيا، وبالتالي هل من المنطقي فعلا الآن والمجدي الحديث عن العامل الخارجي في ظل تناحر داخلي أصلاً أساسا؟ أصلا العامل الخارجي بموضوع يعني تعطيل
الصدر لتشكيل الحكومة هو كان باعتراف المالكي بأن يعني بأنه يعني المالكي المنظومة التي يتحرك بها الإطار أو يعني هي منظومة مدعومة من إيران. لست أنا القائل، هو من قالها؟ المالكي. من هو المالكي؟ رئيس وزراء العراق 8 سنوات ما بعد الاحتلال، والعامل والمؤثر الحقيقي بسير العملية السياسية هو الذي قال. مرة انتقل فقال الاطلاعات لا تخدمنا بشكل بالتسريبات، اللي يخدمنا أكثر هو الحرس الثوري. أشار إشارات كاملة بأنه المشهد العراقي يتحرك من قبل إيران. لكن ما الذي دفع إلى ظهور هذا المشهد بهذه القوة؟ هو شعور، يعني هو شعور إيران يعني بأنها فعلا بالمواجهة الحقيقية، وستجعل من أرض العراق هي أرض المواجهة. أنا أسأل سؤال آخر، لماذا خرجت هذه التسريبات بهذا الوقت؟ ما هي هذه التسريبات يعني موجودة من زمن معين، لماذا خرجت؟ لماذا لأنها لتكمل مشهد، بعثرت المشهد العراقي فظهرت في هذا المشهد. ولماذا ظهرت المواجهة مع تركيا؟ ما هي تركيا أساسا يعني تركيا مشتغلة على المشهد العراقي بهذه الطريقة من عام 1984، من زمن النظام السابق، عندما عقد العراق معاهدة مع إيران أنه بموجبها تتم يعني ملاحقة البيكيكا في العراق، وأكمل عليها الاتفاق نور المالكي، وأكمل ما بعد نور المالكي الكاظمي. لماذا خرجت بهذا التوقيت بالضبط؟ إذن هي تحريك مجموع ملفات من قوى لا يستطيع القائمون على المشهد العراقي على إدارتها بهذه الطريقة. يعني هناك ضغط عالمي وهناك ضغط إقليمي على أن تكون الحال، ولكن ما الذي فعلها أكثر؟ هو التقبل الحالة العراقية. هنا نأتي تقبل الحالة العراقية لهذا الأمر. نوري المالكي يعني لديه سجل أسود مع حلفاء الصدر من أهل من السنة، وله سجل أسود كذلك مع التيار الصدري، ونحن نعلم عندما ضربهم يعني مرتين وأثخن بهم الحقيقة يعني، وقالها في التسريبات يعني عندما كان هو رئيس الوزراء. إذن المشهد العراقي يتحرك، نعم يتحرك داخليا كما نراه الآن يعني، وهذا تحرك مخيف يعني ليس هينا، لكنه لا نعتقد بأنه موضوع هذا متجرد عن التدخل الخارجي. هو تحرك مخيف دكتور، ربما قد يفضي إلى حرب أهلية بحسب عديد التحذيرات وقراءة عدد من المتابعين. أنت مؤيد لفكرة أو احتمالية يعني الذهاب إلى الحرب الأهلية؟ أنا أعتقد أنه سيشغلون يعني يعني هذا الروح الثوري الموجود بقضية أخرى كما شغلوه بعد 2016 بمواجهة طيب حالة الإرهاب. كنت أسأل في هذه النقطة، موضوع 2016 هو في تصريح للصدر بالأمس كان بتحدث أنه يعني عليكم بما معناه ألا تفوتوا الفرصة الذهبية التي كانت في العام 2016. كان المخرج في ذلك الوقت هو محاربة تنظيم الدولة، وجاء التحالف الدولي وشارك الحشد الشعبي وتم تأسيسه وتجميعه بشكل سريع جدا، وأخرجوهم من نعم، واليوم يعودون اليوم ليجدوا كما تفضلت نفس المطالب التي طرحت قبل نحو 8 سنوات أو 6 سنوات. نعم. هي ما زالت موجودة على الطاولة، لم يتغير فيها شيء، وعادوا الكرة بمطالبتها مرة أخرى. لكن هل هنالك من يستطيع أن يخرج هذا المشهد كما فعل وحصل في العام 2016؟ أنا أعتقد هناك قدرة للأطراف الخارجية وليس الداخل يعني. هل صناعة تنظيم دولة جديد مثلا؟ لأنه لماذا؟ من كان، وأنا أربط لك بالأساس يعني بالأساس، كل يعني المنظومة بلقاء جو بايدن الشرق أوسطي لنقول، لماذا لم يتحرك المشهد في السعودية وهي طرف بالموضوع؟ لماذا لم يتحرك المشهد داخل إيران وهي طرف في الموضوع؟ لماذا لم يتحرك بأي دول الخليج؟ لأنه المشهد الهش الذي قابل للتغيير، وهذا التغيير يعني هو الذي تعتمد عليه الولايات المتحدة الأمريكية بهيمنتها، هو فقط موضوع العراق. إضافة إلى موضوع العراق أشياء خارجية كثيرة، ارتبطوا في زمن عادل عبد المهدي مع روسيا بشكل واضح، ارتبطوا بتحالف استراتيجي تجاري أو استثماري مع الصين ودفعوا الثمن لهذا الأمر. لذلك لا نعتقد بأنه المشهد الذي يدور في العراق ليست دولة بسيطة أستاذ
يحيى، دولة حاكي يعني دولة رابطة تربط الخليج، علاقتها بالنفط مباشرة، هي مصدر النفط وهي ممر للنفط، هي الحدود 1600 كيلومتر مع إيران، هي الحدود التي تعبر منها إيران على العراق وعلى سوريا وعلى البحر المتوسط، هي الحدود التي تربط طبعا كمان. هي التي تربط تركيا، طريق تركيا إلى الخليج، هي طريق العراق نفسه بنفط العراق إلى تركيا إلى أوروبا إلى البحر الأسود. يعني دولة عجيبة من ناحية الارتباطات، لذلك من يسيطر على هذه المنطقة أو يخلخل هذه المنطقة أو يوقف تحركها في فترة معينة ويطلق العنان لحركتها هو المتمكن الأكثر في العراق. من هو المتمكن الأكثر في العراق؟ قولا واحدا، يعني عندما جت الولايات المتحدة الأمريكية بجيشها 1.25 مليون وجلسوا فيها العديد من السنوات وبنوا فيها القواعد وبنوا بها العملية السياسية. يعني هل نعتقد يعني بهالبساطة أمريكا هي خرجت من العراق؟ هي ربطت العراق باتفاقية أصلا الآن لو طلب من أمريكا أن تتدخل، لو طلب من بموجب الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية لتدخلت أمريكا ضد كل دول الجوار. لو طلبت الحكومة، لو طلبت الحكومة لماذا؟ لأنه مرتبطين بأنه أي تهديد للعراق أو تهديد للمصالح الأمريكية من حق الحكومة العراقية أن تتصل أو أن تطلب العون من الولايات المتحدة الأمريكية. لكن متى ستفعل الولايات المتحدة الأمريكية هذا البند؟ وهي عندما طبعا وعندما ربطت العراق بهذه المعاهدة الأمنية، هل معناه هي تخلت عن العراق أو تخلت عن أرض العراق استراتيجيا للانطلاق إلى الجهات الأخرى أو العراق بذاته؟ نعم الدكتور، في بدي أنا أرجع لتصريحات الصدر وبيانه المقتضب اللي قال فيه إنه يعني نحن بحاجة إلى تغيير جذري في النظام السياسي، وعود إلى بالمناسبة برهم صالح الرئيس العراقي عندما تقلد منصب رئاسة العراق، هو الآخر ألمح إلى فكرة التغيير العودة إلى الدستور هكذا قال، ربما كان يقصد القفز عن الأعراف المعمول بها في الـ في الـ في, الـ في العراق، الرئاسة الوزراء للشيعة والبرلمان للسنة وكذلك الرئاسة للكرد، لكن الرجل تمت مهاجمته في ذلك الوقت. اليوم تعود هذه الدعوات عبر مقتدى الصدر بضرورة تغيير جذري في النظام السياسي القائم في العراق، لكن أنا بدي أسأل مسألة التغيير الجذري التي يريدها مقتدى الصدر مع من يريدها؟ الرجل لم يستطع أساسا أن يجد حليف له ليشكل حكومة في بعدما فاز بالانتخابات البرلمانية، إذن مع من يريد أن يكون هذا؟ وجد يعني تحالف سني وكردي معه، لكنه الثلث المعطل للتنسيق هو اللي أوقف العملية السياسية. بالضبط. لكن جئت أنت إلى موضوع جدا مهم، موضوع رئيس الجمهورية وموضوع الدستور. هل التغيير هو انقلاب بثورة شعبية أو هو انقلاب عسكري؟ والانقلاب طبعا ينسف الدستور، أم أن التغييرات تأتي بموجب الدستور؟ أصلاً هذا الوضع اللي احنا فيه أستاذ أحياء أكبر وضع خانق، لأنه ليس له حد دستوري. تتوقع حل دستوري؟ احنا عندنا في العراق بحالتين، الحالة الأولى هو طلب من ثلث أعضاء البرلمان والموافقة بالمطلق على الأمر، يتم تغيير يتم إعادة الانتخابات وحل البرلمان. والأمر الآخر الإشكالية الأخرى أنه طلب من رئيس الوزراء موافقة رئيس الجمهورية يحل البرلمان. بالحالة الأولى لا يمكن، لأنه النصاب حتى إذا طلب الثلث فهناك من يعطل، لأنه ليس بالمطلق قادرين. وبالحالة الثانية رئيس الوزراء الموجود الآن هو ليس لديه الصلاحية باعتبار رئيس الوزراء هو الآن لتسيير الأعمال. شوف يعني حتى دستوريا هناك اختناق بالحالة الدستورية، ما لم يتفقوا فيما بينهم هذا الأمر سيكون يعني على درجة من الخطورة. ولا تستبعد بأنه يعني العالم الذي يترقب هذه الحالة أو كل من له قدرة على أن يكون طرف بإدارة موضوع العراق لا تتوقع أنه أن يصير انقلاب عسكري. لأنه لنقل يعني العالم غير الولايات المتحدة يعني تستلذ التعامل مع الجنرالات. طب اليوم دكتور ما هي السيناريوهات أيضا المحتملة لهذه الأزمة؟ إلى أين من الممكن تسير؟
ولهنالك خشية من الصدام بين أنصار الطرفين، أنصار الإطار التنسيقي وأنصار الصدر. هنا تحدث إليك يعني قبل انتبهت يعني موضوع تدخل المرجعية قد تدخل في لحظة معينة، وهذا التدخل بالمناسبة يعني يطمعون يعني أو يطمحون لنقول يعني التيارات الأخرى بدخول أهل السنة بهذا الموضوع، ليس من مصلحة السنة الدخول وليس من مصلحة الأكراد، يعني إن التقى الأطراف السياسية الشيعية لنقول فيما بينها وجاء الأمر بإيقاف ذلك من المرجعية، هذا أمر طبيعي، يعني ناس ينتمون إلى مرجعية معينة. ما هي مرجعية أهل السنة لكي مثلا لكي يتحرك السنة ويتوقفون بموجب أمر من المرجعية الشيعية؟ هل هذا ينسجم؟ هل هذا لا. هل إذا خرج الأكراد هم ينتظرون الأمر من المرجعية الشيعية لتوقف هذا الأمر؟ هو الصراع الموجود الآن الحقيقي هو 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 شيعي شيعي، وبنفس الوقت يعني نفس الوقت أنه إيران هي قادرة على تحريك الطرفين وقادرة على لم الشمل، لكن إيران اليوم ليست إيران سابق بتقديري أنا، يعني لأن الولايات المتحدة الأمريكية متجهة إلى حالة حسم معينة بحالة مواجهة مع محور دولي كبير إيران طرف فيه. يعني إيران الآن بمحور خالق قلق للولايات المتحدة الأمريكية، فأنا أعتقد أن المواجهة هذه المرة حقيقية وأكثر صدقا من المواجهات السابقة. سنرى ما الذي ستكشفه الأيام أيضا القليلة المقبلة، حتى اليوم يعني نتوقع أو نريد أن نرى ما الذي قد يحصل. إن شاء الله دائما الخير. أشكرك جزيلا دكتور أيمن خالد الكاتب والمحلل السياسي على حضورك معنا في الاستديو، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام في ختام هذه الحلقة. هذه أطيب المنى، في أمان الله.